قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا نبي، قل إن صلاتي أي أعمالي البدنية ومن أعظمها الصلاة. قل إن صلاتي، هذا تفسير بالمثال على ما يقول العلماء. قل إن صلاتي يعني جميع أعمالي البدنية ومن أعظمها الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي أعمالي المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح. قل إن صلاتي يعني أعمال البدني ونسكي أعمال المالي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الذي له أن يتحكم فيه سواء كنت في الحياة أو بعد مماتي، لمن؟ لله. يعني ليس لي أن أتحكم في بدني، أقطع إصبعي مثلا. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني لا يمكن لهذا بعد الموت أن يقول أوصيكم بدفني في مسجد كذا. يقول والله ما ننفذ هذه الوصية. كيف تتعدى على المسجد؟ والله لا يمكن. إذا كانت الدابة أكبر دابة موجودة اليوم على وجه الأرض وهي الفيل، ما استطعت أن تتعدى على مسجد من المساجد، صحيح أو لا؟ نعم، فكيف بمن يتعدى الآن؟ كل شيء في المسجد، الأموات في المساجد، الرقص في المسجد، صحيح، الموسيقى في المسجد، يتمايل ويرقص في المسجد وكل شيء، أما بيته لا يصنع فيه شيء. قال ابن القيم رحمه الله: متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع؟ في أي دين كان الغنى دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى علم الناس؟ من أين لكم هذا؟ متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع؟ وهذا اللي ترى بعض الناس اليوم يتراقص في المساجد والموسيقى في المسجد والرقص في المسجد ويرقص في الناس حتى يقع. وعندما تسأل هؤلاء لماذا يعني هذا التمايل والتساقط في المساجد، قالوا سكرنا بحب الإله، كذبوا والله. قالوا وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. قال لا تسمع أحد من يهود أو نصارى يصنع هذا في أماكن العبادات عندهم. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل بلى منا. نعم، لابد إخوانا نعلم الناس أن هذا ليس بدين الغنى والتراقص والتمايل. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لغيره، إخلاص، لا شريك له، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وبذلك أمرت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه التكليف، إذن غيره من باب أولى. لا يسقط التكليف عن أحد ما عقل وعلم. قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. إذا لم يسقط التكليف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن غيره من باب أولى. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يكون نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول من أسلم؟ هو من أول من أسلم في هذه الأمة، هذا واحد. الثاني، يصح الجمع بين القولين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمم إسلاما وانقيادا عليه الصلاة والسلام. إذن وأنا أول المسلمين في هذه الأمة وأنا أعلى الأمم إسلاماً وانقياداً هو عليه الصلاة والسلام. نعم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ليست بآية
ولا في أي سورة من السور إلا في سورة النمل، على ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. حتى في سورة الفاتحة يقول البسملة ليست بآية من الفاتحة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كما في الصحيح يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا على قول. ولهذا تجد في بعض المصاحف بحسب القراءة شيخ سعود، بحسب القارئ. يعني عندنا مثلا في المصحف الآن حفص عن عاصم تجد البسملة رقم واحد، لأن هنا هذا صاحب الرواية يرى أن البسملة آية، وإحنا قلنا رجحنا أن ليست بآية، تمام. إلا في سورة واحدة في وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الجار ومجرور في بسم الله لابد يكون له متعلق. تقول في المسجد وعلى الكرسي، إيش هو اللي في المسجد وعلى الكرسي؟ لازم تقول جلست في المسجد أو جلست على الكرسي، صحيح؟ نعم. قال الجار ومجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. أنا أريد تفهم البسملة حتى تستشعر هذا. لماذا يقول هذا الكلام العلماء حتى تستشعر وأنت تقول بسم الله؟ كيف؟ قال الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل. لماذا جعلنا الجملة فعلية ولم نجعلها اسمية؟ قال لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. تقول الرحمن على العرش استوى، إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. لكن هنا تقول بسم الله إيش؟ أقرأ القرآن، بسم الله تجدد، تمام. فالجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف. ليش حذفناه؟ قال حذفناه حتى نجعله مناسب لكل مقام. حذفناه وجعلناه مناسب، ولم نحذف هذا الفعل ونجعله فعل واحد. يعني لا يمكن أن نقول بسم الله أبدأ في كل شيء، لا، يقول لا، هذا ليس بصحيح. لابد تجعله مناسب للمقام. يعني ما تقول بسم الله أبدأ يعني في الوضوء، بسم الله أبدأ يعني في الطعام، بسم الله أبدأ في دخول المنزل، بسم الله أبدأ في خلع الثياب، لا. يقول بسم الله آكل، بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد. تجعله مناسب للمقام. ليش؟ حتى تستشعر الفعل. جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا جعلناه متأخر ولم نجعله متقدم؟ قال إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. يعني لا آكل إلا ببسم الله، لا أتوضأ إلا ببسم الله. كما تقول ولله الأسماء الحسنى، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر لله. يعني هذه الأسماء الحسنى خاصة بالله، لا يمكن يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى. إياك نعبد، تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وين كنا؟ أقول وين كنا، أنا نسيت. في البسمة. الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. بسم الله، الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، خوفا ورجاء، رغبة ورهبة. كل أسماء الله مشتق. الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. اسم الله الأعظم على قول بعض العلماء، الذي إذا دعي به أجاب. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحذف الألف واللام عند النداء. تقول يا حي يا قيوم
ما تقول يا الحي، لا، تحذف الألف واللام إلا في يا الله، لا تحذف الألف واللام. مرجع لكل الأسماء يقول إلا في النادر، تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا خمس أشياء تضبطها في اسم الله: الله هو المعبود المألوه المعبود محبة وتعظيمة. قيل أن اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. لا تحذف الألف واللام عند النداء، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر. لم يسمى أحد بهذا الاسم لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمن صفته، الرحمن صفته، الرحيم فعله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، تبسمل تستشعر. يعني هنا الشخص سعود عندما يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن، وهذا عندما يأكل يقول بسم الله آكل، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير نهر الكوثر. نعم. فصل لربك وانحر، يعني قابل هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى. فصل لربك، اجعل أعمالك البدنية ومن أعظمها الصلاة، وأعمالك المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، لا لغيره. نعم. إخلاص. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك مبغضك منتقصك ذامك، ثلاثة أشياء. هو الأبتر المقطوع له عضو، لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر ويبقى له أثر. ولهذا مات الأئمة الأربعة مثلا وإلى اليوم نثني عليهم ونترحم عليهم ونقول: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله، بقي لهم الثناء لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك مبغضك منتقصك ذامك هو الأبتر الذي لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى له ذكر، بل قد يبقى له الذكر السيء نسأل العافية والسلامة، كما في تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو يسألك سائل ويقول: ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والذي ليس في قلبي شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر. ولابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته عليه الصلاة والسلام، ومحبة دين عليه الصلاة والسلام، ولأنه سبب لكل خير يلحق بنا، ولما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال والاعتقاد، ولما بذل عليه الصلاة والسلام من تحمل المشاق والأذى في تبليغ الدعوة. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم السنة ونعمل بها وندعو إليها ونذب ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذبح، يقول الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح للجن ولأصحاب القبور، هذا الشرك أكبر،
والثالث ذبح جائز، شاة اللحم والتجارة وكرام الضيف، هذا يذبح حتى يأكل، هذا يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم، لا إشكال. نعم.